إحساس الطفولة غنوا وبصوت الكبار أبدعوا وعلى نغم الموسيقى اتوحدوا. أطفال اجتمعوا ليكونوا مع ربهم، فريق أسر القلوب بسحرهم. غنوا كصوت واحد وكجسد واحد. بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان والموسيقي عمر عباد وفي أمسية غنائية جمعت أطفال درب المعرفة وكورال كريشندو في عمان، أقيمت أمسية درب المعرفة الغنائية لأطفال ما بتتجاوز أعمارهم 16 سنة. هي أول مرة عم نعمل هذا الإشي. ليش موجودين؟ عشان كان في ضمن برامجنا برامج موسيقية للأطفال في أندية شتوية وصيفية سابقة، فبلش يتكون أو يبين عنا مواهب عند الطلاب أو عند الرواد عفوا، فحبينا إنه نساعدهم بإنهم ينموا هاي المواهب ويكتشفوها أكثر. اليوم بلشنا أول أمسية عشان نحمس الرواد إنهم يبلشوا يسجلوا بكورال حابين نعمله لروادنا بدرب المعرفة. أول شيء الحفل هو بيتضمن مجموعة من الأغاني التراثية من عدة دول العربية، فإحنا بهمنا جدا إنه الأطفال يتعرفوا على تراث بلدهم وتراث يعني التراث العربي بشكل عام. فإحنا هدفنا بشكل أساسي إنه خلينا نحكي طلاب الأطفال يكتسبوا مهارة في معرفة تراثهم، هذا إشي أساسي. الشغلة الثانية إنه إحنا دمجنا مجموعة من الطلاب من عدة جهات، يعني مثلا من مؤسسة شومان في عندنا مجموعة من الطلاب بالإضافة إلى طلاب معهد كريشندو للموسيقى اللي هو الكورال الأساسي، وكمان طلاب في مدرسة ألاينس سكول. فإحنا حاولنا ندمج كمان مجموعة من الطلاب مع بعض في هذا الحفل. ساعة من الزمن كانت كفيلة لأخذ الحضور برفقة إحساس وصوتها الصغار لعالم تاني. بدأت الموهبة اكتشفناها في مدارس ابن رشد، في مدرس الموسيقى الأستاذ القدير طارق الجندي، هو اللي اكتشفهم وشجعهم ودلنا على معهد الموسيقى. المعهد والعزف أعطاه ثقة كبيرة في نفسه وخلته يظهر كل المواهب اللي كانت، يعني الوقوف أمام الجمهور بدأ يصير له أذن، هو كان عنده أذن موسيقية بس صار يستمتع بالعزف الشرقي لأنه بيعزف قانون. لغته العربية كتير 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 صارت أحسن لأنه بدأ يسمع أغاني عربي وبعضها قصائد، فهذا كتير كتير رح يقوي شخصيته ويدعمه بهذا الجانب. مش بس موضوع أنه بصير يعزف يغني أو بصير يعزف، بس بيأثر على شخصيته. أنا أطفالي بحسهم أكثر قبيلة للثقافة، بيسألوا أكثر، بيتعاملوا مع الناس بشكل أكثر إيجابية وودية. وبهذا المعهد بحكي لك يعني بسوي من نشاطات كريشندو، الأستاذ عمر هو مدير كريشندو كثير بيهتم بالأطفال بحيث أنهم حتى يعني في جانب تعليمي بالموسيقى بيستخدموه. واستمع الحضور واستمتعوا باللي قدموه الكورال، وهالشي كان واضح على ملامح وشفاه كل حاضر لما كانوا يرددوا الأغاني معهم.